بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 19 الجزء الثاني من 6 أجزاء. الجزء الأول كنا تكلمنا أو تحدثنا عن Morphology and Culture. في هذا الجزء اليوم حنتكلم على الـ Virulence Factor للـ Clostridium perfringens. إذا في نهاية هذه المحاضرة حنعرف سويا ما هي الـ Virulence Factors اللي هي عوامل الضراوة وعوامل الشدة التي تمتلكها الـ Clostridium perfringens. أول أمر في الـ Virulence Factors أحب أقول إن الـ Clostridium perfringens تعمل 2 diseases زي ما قلنا غاز جنجرين وتعمل food poisoning. الغاز جنجرين اللي يهمنا الآن إنه في 2 types or members من الـ Clostridium species. جزء بنسميه sacrolytic members وهم زي ما شايفين Clostridium perfringens, Clostridium septium و Clostridium novae. البروتيليتيك members هم Clostridium sporogenes و Clostridium hostalyticum. طيب النقطة المهمة في Clostridium في sacrolytic members انه ما معناها؟ معناها انه sacrolytic members انه دول بيستهلكوا الشوغرز, فلو ما يستهلكوا الشوغر بيحصل فرمنتيشن للشوغر وبالتالي يحصل ما نسميه بالغاز برودكشن, وهذه نقطة مهمة وفيرولنس فاكتور حنتعرف عليه بعد شوية. إذا الثلاثة الممبرز دول عندهم القدرة إنه لو ما يبدأوا يشتغلوا على الشوغر في الجلايكوجين في المصل, فبالتالي يروحوا يطلعوا ما نسميه بالغاز برودكشن. النقطة الثانية البروتيليتيك ممبرز هم الكلوستيديوم سبوروجينز والكلوستيديوم هيستوليتيكم. ذول عندهم القدرة انهم يعملوا استهلاك او ديستراكشن للبروتينز, وبالتالي زي ما قلنا البروتين عبارة عن امينو اسيد حيطلع ال H2S production اللي هو شكله البلاك. اول فيرولنس فاكتورز مهم زي ما قلنا السبور فورمينج, كون البكتيريا هذه الكلوستيديوم بيرفرنجز لو ما تخرج من الطور الخضري اللي هو الفيجيتيتيف فورم وتروح الى الـ الى الـ الى الـ الى السويل يفترض انها تموت مع الظروف الغير مواتيه, لكن عندها القدره انها تعمل سبور فورمينج, وبالتالي هذا السبور فورمينج حيمكنها انها تعيش لعشرات السنوات وبالتالي تظل موجوده في السويل. ممكن لو تعرض الهوست لاي انفكشن انه يحصل جيرمينيشن لهذه السبور فورمينج وتبدا الانفكشن من جديد. الفيرولنس فاكتور الثاني مهم جدا انه موجوده زي ما قلنا في الانتستين وفي الانيمالز وبالتالي موجوده في السويلز, ولذلك نجي نقول احنا اي حاجه في السويل نسميها البولي مايكروبيال ان سويلز. ما معنى بولي مايكروبيالز؟ انه في عدد كبير من الميكروبات موجود في السويل. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ معناها هذا انه بيسهم في توفير وسط انيروبيك conditions. كيف حيوفر وسط anaerobic condition؟ لانه الكلوستيديوم بيرفرنجز موجوده في السويل وموجود كمان بولي مايكروبيال اورجانيزم موجوده في السويل, فلما يحصل انتري لهذه الكلوستيديوم بيرفرنجز حيكون معها الاذر بولي مايكروبيالز. الاذر بولي مايكروبيالز يوجوالي بيكونوا فاكلتاتيف انيروبس, فحيبدوا يستهلكوا اي اكسجين موجود وبالتالي يوفروا وسط اوبليجيت انيروبس, وبالتالي تستطيع البكتيريا انها تفك السبور وتعمل جيرمينيشن وتحدث الديزيز. الفيرولنس فاكتور الثالث وهو المهم جدا اللي بنسميه غاز برودكشن. زي ما قلنا في السكروليتيك ممبرز انهم قادرين انهم يستهلكوا سكر الجلايكوجين في المصل, وبالتالي حيحصل انتاج للغاز. هي بتنتج غاز واسيد لكن هنا يهمنا الغاز. فلو ما ينتج الغاز ايش حيعمل؟ حيعمل عمليه ديستنشن على البلاد فيزلز, حيضغط على البلاد فيزلز. لو ما يضغط على البلاد فيزلز حيحصل امرين مهمين, حيحصل اسكيميك وحيحصل انه كمان حتزيد الانيروبيك اريا, وبالتالي هذا هو الوسط المناسب لنمو الكلوستيديوم بيرفرنجز, وهو عامل فيرولنس فاكتورز مهم بالنسبه للكلوستيديوم بيرفرنجز. الفيرولنس فاكتور الرابع اللي بنسميه ليثيسينيز ونسميه احنا الفا توكسين. طبعا الليثيسين موجود في الممبرينز حق الار بي سيز حق الليكوسايتس حق البليتلتس, فهو موجود في كثير من الخلايا. فبالتالي تخيلوا ان الليثيسينيز اللي بتنتج الكلوستيديوم بيرفرنجز لو ما يوصل للخلايا دي يعمل لها ديستراكشن وبالتالي حيحصل سيل ديث وحيحصل نكروزس واحده. هذا العامل بيؤدي الى انه يحصل رينال فيلير وبالتالي يحصل الديث, وحنناقشها ان شاء الله في الديزيز.
الامر الخامس بنسميه اللي هو ثيتا توكسين، بتعمل بروديوسنج الكلوسيديوم بيرفرنجس للثيتا توكسين. ايش يعمل الثيتا توكسين؟ يعمل هيموليتيك وكمان بيعمل نيكروتايزنج افكت، فده بيساهم في احداث النيكروتايزنج افكت. العامل او الفيرال فاكتور السادس انه هذه البكتيريا الكلوسيديوم بيرفرنجس معها عدد كبير من التوكسينز ومن الانزيمز، معها دي ان ايز، معها هايلوريديز، معها بروتيز، معها كولاجينيز، معها لايبيز. كل هذه الانزيمات بتساعد في السبريدنج فاكتور، فبتخلي البكتيريا انها تستطيع انها تنتشر لامتلاكها هذه الانزيمات. الفيرال فاكتور السابع هو انتيروتوكسين، وهذا معناه انه سام سترينز من الكلوسيديوم بيرفرنجس، يعني سلالات او بعض السلالات من الكلوسيديوم بيرفرنجس عندها القدره انها تطلع انتيروتوكسين وحتعمل الديزيز الثاني اللي اسمه فود بويزنج، حنناقش ان شاء الله في الديزيز. كنت معكم فيما مضى من الوقت حول الفيرولنس فاكتور للكلوسيديوم بيرفرنجس، تكلمنا على هذه الفيرولنس فاكتور بشيء من التفصيل. ان شاء الله نلتقي في المحاضره القادمه نتكلم باذن الله عن الديزيز اللي حتعملها الكلوسيديوم بيرفرنجس. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.